الثلاثاء 16 من يوليو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس، وتتابعون معنا اليوم. عقيلة يرد على تكالة بشأن صلاحية إقرار الموازنة العامة. المركزي لم تردنا أذنا تمويل منح الطلبة الدارسين بالخارج. وليبيا الأولى إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. قال المستشار عقيلة صالح أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الموازنة دون غيره من المجالس الأخرى، متابعا: نريد من رئيس مجلس الدولة أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الموازنة العامة. جاء ذلك في سياق رده بشأن اعتراض مجلس الدولة على إقرار الموازنة نشره الناطق باسم المجلس عبد الله بريحق عبر صفحته. وأوضح رئيس مجلس النواب أنه وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية، وأن مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الموازنة المقدمة من الحكومة. في موضوع آخر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال استقباله لنظيره المالطي روبرت أبيلا بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، أكد على أن الحكومة تهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون بين البلدين والاتفاق على الإطار القانوني لها، مشيدا باتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين البلدين في يوليو العام الماضي. في هذا السياق نقترح على الجانب المالطي النظر في أن يسبق اجتماع اللجنة المشتركة اجتماعا للخبراء من مختلف الوزارات للاتفاق على الإطار القانوني في المذكرات واتفاقيات والاتفاقات وتجهيزها بما يلبى متطلبات التعاون في الظروف الحالية بشكل يخدم مصالح الدولتين. طبعا نؤكد على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المخدرات. نؤكد كثيرا على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والإشادة باتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت في طرابلس يوليو 23، مع ضرورة الدفع بالمؤسسات في البلدين باتجاه الخطوات العملية المطلوبة. نوه مصرف ليبيا المركزي لعدم ورود أي أذنات تمويل خاصة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج. وأكد المركزي في بيان نشره عبر صفحته بفيسبوك صدور استثناء من مجلس النواب لمنح الطلبة أو لمنح الطلبة الدارسين بالخارج من قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي. وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا استثنى فيه مرضى الأورام والطلبة الدارسين بالخارج من فرض رسوم النقد الأجنبي. أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب على انطلاق عملية صرف عدد من الشاحنات المحملة بالمحولات الكهربائية لصالح العديد من إدارات ودوائر التوزيع بكامل ربوع البلاد لمعالجة المشاكل الطارئة على الشبكة. مخازن الشركة العامة للكهرباء مخازن منارة تحديدا يتم الآن بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة صرف شحنة من المواد العاجلة المتمثلة في المحولات وبعض المواد الأخرى لمعالجة كافة المختنقات لعديد الدوائر. طبعا الآن يتم تحميل هذه الشحنة من المخازن لصالح دوائر التوزيع على مستوى الشركة العامة للكهرباء، حيث تتم الآن عملية المناولة والبدء في تعبئة هذه الشاحنات بهذه المواد تمهيدا إن شاء الله للتوجه بها نحو الدوائر لمجابهة المختنقات الطارئة والعاجلة التي تحصل على الشبكة. هذه العمليات لن تتوقف إن شاء الله، وسوف يتم صرف هذه المواد تباعا لجميع الدوائر لمجابهة المختنقات كما ذكرنا. طبعا هذه العمليات تأتي بشكل استثنائي وعاجل بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لمشابهة المختنقات الحاصلة على الشبكة جراء ارتفاع درجات الحرارة.
بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلا أن الفرق بمختلف إداراتها ومكوناتها تعمل على مدار الساعة للاستجابة إن كان هنالك أي أعطال على الشبكة والبدء في أعمال الصيانة، وكذلك للاستمرار في المشاريع القائمة والاستعجالية التي تنفذها الشركة العامة للكهرباء لتطوير البنية التحتية للشبكة العامة للكهرباء على مستوى البلاد بشكل عام. دور هام تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير كل مجالات الحياة بما فيها الاقتصادية، ما يخلق منافسة دولية عالية لمزيد اكتسابها. وها هي ليبيا تتصدر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خطوة تعتبر هامة وسط هذا التقدم العالمي الجامح. التقرير التالي ومزيد التفاصيل. مؤشر إيجابي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات تصدرت خلاله ليبيا الدول الإفريقية في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024. وأظهر المؤشر تقدم ليبيا إلى المركز الأول قاريا بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة العام الماضي. التقرير أوضح أن المغرب حلت ثانية في التصنيف القاري، تليها سيشل ثم موريشيوس، فجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة. ويأتي هذا الإنجاز وفقا للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاتصالات والمعلوماتية للفترة من 2023 و2027، وتطوير العديد من السياسات التنظيمية الخاصة بالقطاع وضمان الوصول العادل لجميع السكان إلى الخدمات الرقمية. والجدير بالذكر أن ليبيا عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 1952، وفي آخر مشاركتها ناقشت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ليبيا في أعمال الاجتماع 80 لسياسات الأنترنت الذي تعقده منظمة ICANN في العاصمة الرواندية كيغالية التحديات التي تواجه الأنترنت، بما في ذلك التطورات التقنية المتسارعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية مواكبة السياسات والأطر التنظيمية لهذا التسارع، وأيضا حوكمة المسارات الناقلة للبيانات عبر الأنترنت بهدف تعزيز السيادة الرقمية للدولة الليبية من خلال توطين حركة البيانات. ويمثل مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محكا فعالا يساعد البلدان في التنمية على رصد التقدم المحرز وتحديد الفجوات لكي يتسنى تحقيق كل الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقوى دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسعيا لتحسين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كانت ليبيا أطلقت الاستراتيجية الوطنية للقطاع الاتصالات والمعلوماتية. توقيع يأتي ضمن رؤية هيئة الاتصالات الرامية لخلق قطاع رقمي مستدام وآمن لمجتمع معرفي متصل كفيل بتحويل ليبيا إلى مركز عبور دولي عبر أفريقيا. حرص وطني واستراتيجية وطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم تتويجها باختيار طرابلس العاصمة الرقمية العربية لعام 2024، وذلك خلال أعمال الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بأبوظبي. اهتمام كبير وجهود حثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تندرج ضمن رؤية رامية لخلق قطاع رقمي مستدام. إذن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة دكتور عمران الشايبي خبير تقنيات البلوكتشين. دكتور عمران مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. وبداية بعيدا عن هذا التصنيف، كيف تقيم تكنولوجيا أو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا على أرض الواقع؟ مرحبتين، أولا السلام عليكم ومرحبتين بك وبالأخوة المشاهدين. والله هي طبعا المؤشر هذا مهم جدا جدا، يعني ليبيا بدأت تدخل في المؤشر هذا يعني قبل سنوات قليلة فقط، رغم أن المؤشر بادي يعني من تقريبا من التسعينات. احنا طبعا في ليبيا في عملية الانترنت في إمكانيات كبرى، والمؤشر هذا يساعد الدولة أن هي تقدر تقيس مدى التقدم التكنولوجي اللي هي تشتغل عليه، وتقدر تقارن بينها وبين نفس وما بين الدول الثانية باش تحصل على نتائج أفضل. أما بما يخص البنية التحتية في ليبيا فتعتبر نوعا ما يعني ممتازة أو جدا إلى ممتازة، خصوصا وإحنا في ليبيا عندنا أكثر يعني من ملايين من المهاجرين
اللي كلهم يستعملوا طبعا في الانترنت الاتصال بذويهم في مناطق في الدول الأفريقية والدول المجاورة من غير الشعب الليبي في حد ذاته. ولهذا الشبكات نتاعنا السعة نتاعها مش يعني مفتوحة لسواح مثلا الليبيين والسواح في المواسم، بل هي على يعني مدار ال 12 شهر. طيب نعم دكتور، هل هناك استراتيجيات جديدة يجب على السلطات أن تعتمدها لمزيد تطوير هاتها أو هذا القطاع؟ أكيد أكيد، إحنا يعني نعتبر وإحنا أوكي من ناحية توفر الخدمة بتاع الإنترنت والاتصالات عبر الهاتف المحمول للأفراد وللشركات وللمؤسسات، لكن ما زال عندنا يعني طريق طويلة طويلة جدا، خصوصا وان احنا يعني الحكومة والحكومات السابقة تسوق للتحول الرقمي للدولة والذي يعتبر يعني اهم شيء في قطاع التكنولوجيا، ولكن للأسف يعني واخدينا بشكل غير صحيح وغير مفهوم وتطبيقه يعني عادة ما يزيد من المشاكل اكثر. يعني الان ما زال عملية الورق في جميع المؤسسات الحكومية، ما زال تطلب منك في الورق، ما زال تطلب منك الختم، ما زال تطلب، رغم ان فيه منظومات موجودة يمكن ربطها بعضها ببعض لتوفير خدمات تكون افضل واسرع وبدون الحاجة الى الورق والمعاناة الطوابير والناس يعني بملفاتها مثل قاعدة يعني مستمرة مثل ايام التسعينات او ما قبل ذلك. ولهذا ما زال الطريق كبير جدا، هي ان ليبيا تتصدر افريقيا شيء جميل جدا وفخورين به، لكن الطريق ما زال امامنا خصوصا للمؤسسات الدولة وعملية ربطها بالمواطنين وتقديم الخدمات للمواطنين. تقريبا نحن يعني في مؤخرة يعني مش في الدول الأفريقية، خصوصا لقارن نفسنا مثل في تونس، في جنوب افريقيا، في المغرب، احنا الاتصالات نتاعنا تمام، لكن الخدمات الالكترونيه اللي توفرها الحكومه للمواطنين ما زلنا في القاع. واضح، شكرا لك دكتور عمران الشايبي خبير تقنيات البلوك تشين. وفي تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع، كشف تصنيف مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024 الستار عن بعض المفاجآت، خاصة فيما يتعلق بالدول التي تحتل المراكز الأولى في مجال الاتصال الرقمي في إفريقيا. وقد أظهر المؤشر الذي نشره الاتحاد الدولي للاتصالات تصدر 5 بلدان إفريقية للترتيب، حيث تصدرت ليبيا الدول الإفريقية في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام. ونوه التقرير بالطفرة التي حققتها ليبيا بتسجيلها 88.1 نقطة وبزيادة 11% عن الرقم المسجل العام الماضي. ويضيف التقرير أن ليبيا سجلت 88.2 نقطة للاتصال الشامل و 87.9 نقطة للاتصال الملموس، ما يظهر تقدما ملحوظا في تغطية الشبكة والقدرة على تحمل التكاليف وحركة البيانات المتنقلة، ما يدل على تمكن البلاد من تطوير بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الرغم من أنها موزعة بشكل غير متساو عبر أراضيها، جعلتها تتصدر على حساب المغرب التي حلت ثانية في التصنيف القاري بواقع 86.8 نقطة وتحصلت على 91 نقطة فيما يخص الاتصال الملموس، وهذا راجع لانتشار البنيات التحتية المتطورة كالألياف الضوئية والجيل الرابع. ويعتزم المغرب في استراتيجيته لسنة 2030 شراء وإقامة كابلات بحرية، وذلك لضمان اتصال مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر أكثر من 80% من الإنترنت. تليها السيشيل ب 84.7 نقطة، ثم موريشيوس ب 84.2 نقطة، وفي المرتبة الخامسة نجد جنوب أفريقيا ب 83.6 نقطة. هذا وأشار التقرير إلى أن الاتصال الشامل يعني قدرة الولوج على نطاق واسع عبر البنيات التحتية المختلفة للاتصالات الرقمية، الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة، في حين أن الاتصال الملموس يمثل الاستخدام الحقيقي والأمثل لهذه التقنيات. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس.
أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة في الأسواق. وجولتنا لليوم ستكون في محل بيع الدراجات وكمالياتها بطرابلس.